طيب خلينا برضو نروح نعرف المتاحف أو جاهزية المتاحف المصرية أو الاستعداد للفتح إن شاء الله بإذن الله قريبا ما إن تحسنت هذه الأوضاع. إحنا معنا على التليفون الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير يا أستاذة أسماء. يمكن عفوا أنا كنت بتكلم مع الدكتورة غادة وكنا بنتكلم على الجزء المتعلق بالسياحة، ولكن أيضا رسالة الدكتور خالد العناني فيما يتعلق أنه قريبا إن شاء الله هتعود المتاحف مرة أخرى لنشاطها واستقبال طبعا العشاق للآثار المصرية سواء من داخل مصر أو لسه مش عارفين أخبار الخارج إيه، لكن عايزين توضيح من حضرتك لهذه الجزئية. عن ذكر المتاحف استغل الفرصه نقول ان احنا كل سنه في 18/5 بنحتفل بيوم المتاحف العالمي. ايوه كنا من عده سنوات مره بنخليها للمصريين والاجانب المقيمين، بنخليها مجانا، الدخول مجانا. ايوه مره بنعمل تخفيض 50%، مره بنعمل ايفنتات معينه كده في احد المتاحف، لكن عن ذكر المتاحف برضو عايز اقول ان احنا السنه دي بنعد الافتتاح خلال بضع أسابيع وبضع أشهر متاحف جديدة إن شاء الله، منها متحف شرم الشيخ، منها متحف العاصمة الإدارية، منها متحف كفر الشيخ، منها متحف المركبات الملكية، وطبعا قصر البارون كمزار. ده افتتاح لهذه المتاحف يا دكتور، ولكن مش فتحة للجمهور أو للعامة لسه. لا لسه ده الكلام ده احنا بنفتتح بقى حاجات جديدة خلاص. أما بقى نرجع لكلمة الافتتاح للجمهور، المتاحف مش بس المتاحف، احنا هنتكلم على المتاحف والمناطق الأثرية. أيوة الكلام ده احنا عملنا مرة تعقيم واثنين وثلاثة وأربعة، واحنا حاليا شبه جاهزين لاستقبال سواء كان السياحة زي ما حضرتك تفضلت وقلتي، سواء كان السياحة الداخلية أو حتى السياحة الخارجية. لكن احنا حتى الآن ما تبيناش برضو التوقيت اللي هنفتتح فيه المناطق الأثرية سواء كانت متاحف او مدار اسلاميه او مصريه. أيوة. لم نحدد بعد الموعد المناسب لافتتاح مناطقنا الاثريه، لكن احنا في كلمه جاهزيه المناطق طبعا جاهزه بلا شك فيه. تمام، انا ان شاء الله باذن الله هنتابع مع حضرتك يا دكتور هذه الافتتاحات الجديده، ومبروك بكل تاكيد لكل المصريين، مبروك لوزاره السياحه والاثار. كل الشكر للدكتور مصطفى وزيري الامين العام للمجلس الاعلى للاثار.